ضمن ما يسمى بحدود البلدية لمدينة القدس. بلدة عناتة ما زالت ولم تزل بكثافتها السكانية واقفة شوكة أمام الجدار العازل والذي يفصل البلدة عن محيطها، كونها جزء لا يتجزأ من المدينة، ونتيجة لسياسة الاحتلال الإسرائيلي تم فقدان معظم أراضي البلدة، وتعتبر من المناطق المأهولة بالسكان وذات الكثافة العالية. الوضع مختلف، الوضع عندنا احنا كل عناتة خلف الجدار وأراضيها وفصلت، وبالتالي هذا السؤال يعني غير دقيق عندما تسألك عناتة، لأن عناتة الجدار جعلها هي كلها خارج التجمع، وهي البلدة كلها خارج التجمع. وقد استغلت السلطات الإسرائيلية الأراضي التابعة لبلدة عناتة لبناء الجدار العازل ولبناء المستعمرات وتوسيعها، بالإضافة لتخصيص أراضي عازلة تابعة للجدار على حساب أراضي البلدة وصولا حتى بلدة حزمة. ظل الجدار العازل يلتهم أراضيها ويعزلها عن مدينة القدس التي تتلقى فيها البلدة خدماتها التعليمية والصحية والتطويرية وغيرها. واليوم احنا في وضع مثل ما احنا يعني نختلف عن الاوضاع السابقه. يمكن نروح على القدس ماشي، تعلمت في 56 او 57 تقريبا في العمريه، يمكن نطلع من عناتة للقدس للمدرسه ماشي، يعني تعتبر حاره من حارات القدس عناتة. اليوم ما بتقدرش واحد من يصير شعبات، فنسال الله بدل ما احنا يغير هالوضع، واحنا بدون ما هذا يعني نتقبل الوضع مكره ونهاك لبطن. 27 ألف نسمة يحمل أقل من نصفهم هويات الضفة الغربية. يلعب موقع عناتة الاستراتيجي موقعا هاما، يصل منطقة الشمال بالقدس ويعتبر مركزا تجاريا لتبادل البضائع وللبيع والشراء. المدخل هذا المدخل هو المدخل، كان أصلاً مش مدخل، مدخل عناتة هي القدس، وكان مدخل عناتة من هذا الجهة. هلأ هم قلبوا البلد صار مدخلها من تحت، فيش مشكلة من هذا الموضوع حكينا فيه. هلأ موضوع هذا اللون الأزرق هو المنطقة بي، ومنطقة بي معناها تابع للسلطة، تابع إن للبلدية من ناحية التنظيم والبناء وتنظيم الخدمات، أمنياً تابع للسلطة. هلأ الحكم العسكري قبل دخول السلطة كان مخطط البلد بهذا الشكل، المخطط الهيكلي